بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره والكروشيه. معكم مرضى تشاؤوت ادمن جروب كروشيه الاميرات. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض وحده مربعه شكلها حلو ورقيق وكمان سهله جدا في شغلها. الوحده على شكل اناناسه والزوايا بتاعتها اوراق شجر، عطيها شكل حلو وبسيط زي ما انت شايفه كده. انا هنا اشتغلت الوحده بخيط اليز ديفا، طلع مقاسها 25 سنتي في 25 سنتي، يعني طول الضلع 25 سنتي، فكده يعتبر حجمها كبير، فممكن تعتبريها مفرش لنيش او لكومودينو، وممكن تعتبريها وحده تعملي منها مفرش وحدات لترابيزه سفره او لانتريه لمفرش سرير. هي شكلها حلو ورقيق وممكن تعملي منها حاجات كتير. الوحدة هنا عبارة عن 14 سطر، وبعدين بنشتغل سطرين بعد كده عبارة عن كنار صغير اللي هو السطرين دول، تمام؟ فأنا النهاردة إن شاء الله هشتغل معاكي 12 سطر من الوحدة، وفي الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنشتغل مع بعض السطرين اللي باقيين وهنشبك، عشان لو حبيتي تعملي مفرش وحدات هوريكي طريقة التشبيك، وبعد كده هنشتغل السطرين الكنار. فانت لو حبيتي تعملي مفرش هتشتغلي المفرش معايا من غير التشبيك، ولو حبيتي تعملي مفرش وحدات ان شاء الله هتشوفي طريقه التشبيك هتلاقيها سهله وبسيطه. يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في طريقه الوحده. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تعملي عقده البدايه وهتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، بتدخلي جوه اول سلسله وبتقفليه بمنزلقه، تخلي الإبرة كده جوه السلسلة وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفتين اللي على الإبرة. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود بلفة. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل، وهتشتغلي عمود بلفة، والعمود أبو لفة بيبقى عندك 3 لفات على الإبرة، هتاخدي عدد لفات على مرتين، لفتين لفتين، يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا عمودين بلفة. بعد ما بتشتغلي العمودين هتشتغلي سلسلة غرزة بيكو من 3 سلاسل وبعدها سلسلة. هتشتغلي في الأول سلسلة وبعدها بتعملي 4 سلاسل، 1 2 3 4، هتدخلي جوه أول سلسلة من الأربعة بالطريقة دي كده، يبقى عندك لفتين كده فوق الإبرة، وبتسحبي الخيط وبتعديه من اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. الدايرة الصغيرة دي اسمها غرزة بيكو، وهنا من 3 سلاسل واحنا اشتغلنا 4 سلاسل عشان ندخل المنزلقة في أول سلسلة من الأربعة، ويبقى غرزة البيكو عندنا من 3 سلاسل، تمام؟ هتشتغلي بعد كده سلسلة، يبقى احنا كده اشتغلنا عموديا سلسلة غرزة بيكو من 3 سلاسل سلسلة. بتكرري، تدخلي كده جوه الحلقة وتشتغلي عمودين بلفة، 1 2، تمام؟ بعد العمودين بتشتغلي سلسلة، وبعد السلسلة بتشتغلي 4 سلاسل وبتدخلي على أول سلسلة بتقفلي غرزة البيكو بمنزلقة وسلسلة، وبتشتغلي التكرار بقى عمودين، 1 2، وانت خلاص عرفتي ايه حكاية الأربع سلاسل دول، فعشان ما تتلخبطيش هتعدي كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه تاني سلسلة وبتبقي كده عندك طرفين الخيط عشان غوزة البيكو ما توسعش معاكي، تمام؟ وبتشتغلي المنزلقة وسلسلة، وكده فاضل لنا عمودين، 1 2 سلسلة، وبعدها 4 سلاسل، وبتقفلي على تاني سلسلة بمنزلقة كده وسلسلة، وكده خلاص خلص معانا الجزء ده، تمام؟ السطر خلص معانا. هتدخلي كده على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرها عمود، وبتقفلي بمنزلق، تمام؟ وبتقصي بقى الخيط. خلاص احنا كده كده قفلناه تحت الشغل، وده كده شكل السطر الاول، وعندنا جزء كرر 4 مرات، 1 2 3 4. السطر التاني احنا عندنا هنا جزء في الوحدة بيتكرر 4 مرات، اول جزء فيهم بيبقى فاضل جزء فيه بنيجي نكمله في الاخر، تمام؟ فانا هشتغل معاكي الجزء ده وهشتغل معاكي الجزء اللي هيتكرر معاكي. اول حاجة انت بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، واحنا هنا المفروض بنشتغل على اول عمود عمودين، هنرتفع 3 سلاسل وهنيجي نشتغل العمود في اخر السطر. على تاني عمود بتشتغلي عمود، بعد كده بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7،
والجزء اللي هيكرر معاكي من اول السبع سلاسل، عشان ما اطولش عليكي الفيديو. تمام، هيكرر معاكي الجزء هنا من اول السبع سلاسل، هيعدوا كده من فوق غرزة البيكو، وعندك العمودين هتشتغلي على اول عمود منهم عمودين، واحد اتنين، وعلى العمود التاني بتشتغلي عمود واحد بس. فكده بزيدوا عندنا وبقوا تلات اعمدة. يبقى الجزء اللي هيكرر معاكي هتشتغلي دلوقتي سبع سلاسل، يعدوا من فوق غرزة البيكو، وبتكرري كده من اول السبع سلاسل لحد التلات اعمدة، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر هنشتغل العمود الاول من الجزء. تمام، احنا هنا هنشتغل العمود، مش هنشتغله على تالت سلسلة اللي هي بتعتبر عمود. هتدخلي كده تحت المنزلقة، مطرح ما قفلتش السطر اللي تحت بالشكل ده كده. تمام، وهتشتغلي العمود، عشان يبقوا العمودين جنب بعض كده لازم تدخلي في المنزلقة. لو دخلتي على تالت سلسلة باعتباره عمود وهتشتغلي عليه عمود التاني، فكده هيتعوض معاكي. تمام، هتدخلي هنا بقى على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبتقفلي بمنزلقة، وكده التلات أعمدة كملوا معانا. وده كده شكل السطر التاني، وزي ما انت شايفة السبع سلاسل معديين من فوق غرزة البيكو عاطينها شكل جميل. السطر التالت احنا هنزود وهنخلي التلات أعمدة دول يبقوا أربع أعمدة بالطريقة اللي هتشوفيها. احنا طبعا بنيجي نكمل العمود ده في آخر السطر، وكل شوية بيكبر معانا الجزء كمان اللي بنكمله. فانتي في الأول هترتفعي تلات سلاسل بعتبرهم عمود، واحنا كده يعتبر هنشتغل على تاني عمود عمودين. فهتدخلي على تالت سلسلة من سلسلة الارتفاع وبتشتغلي عمود، يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا عمودين على العمود التاني. على التالت هتشتغلي عمود واحد بس. تمام، بعد كده بتشتغلي تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة. البداية عندك من اول بداية التكرار من اول التلات سلاسل، هتشتغلي تلات سلاسل وبتدخلي جوه السبع سلاسل بتشتغلي عمود بلفة، خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وعمود. يبقى احنا كده جوه السبع سلاسل اشتغلنا عمود، خمس سلاسل عمود. هتشتغلي تلات سلاسل، وهنا عندك تلات اعمدة، هتشتغلي على اول عمود عمود، على التاني بتزودي عليه وبتشتغلي عمودين، وعلى التالت بتشتغلي عمود. فكده زاد معاكي الأعمدة وبقوا أربع. تمام، يبقى الجزء اللي هيكرر معاكي من أول التلات سلاسل لحد العمود الرابع هتكرري كده، وهنيجي نقفل السطر في الآخر. آخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي التلات سلاسل بتشتغلي العمود الأول في الجزء، وكده كملوا معاكي أربع أعمدة. هتدخلي على تالت سلسلة من سلسلة الارتفاع وبتقفلي بمنزلقة. السطر الرابع بدايته احنا هنا المفروض هنشتغل على اول عمود عمود وعلى التاني عمودين. فانت في اول السطر ترتفعي تلات سلاسل باعتبارهم عمود. تمام، وهنيجي نشتغل العمود التاني في اخر السطر. يبقى احنا كده المفروض نشتغل على التاني عمودين، اشتغلنا واحد بس. بعد كده بتشتغلي سلسلة. تمام، وهنا عندك عمودين، هتشتغلي على اول عمود منهم عمودين، واحد اتنين، هيبان معاكي الجزء بقى لما حاجة اكررها معاكي. وهتشتغلي على العمود اللي هو يعتبر الرابع بتشتغلي عمود. فكده بقى عندنا تلات اعمدة. احنا عندنا الجزء ده هيمشي معانا عبارة عن تلات اعمدة سلسلة تلات اعمدة. هنا بقى هيبان معاكي الجزء، هيبدأ معاكي التكرار وهنشتغله لحد هنا دي. هتشتغلي في الاول سلسلتين. تمام، يبقى الفرق ما بين الجزء هنا والجزء التاني سلسلتين، وهندخل جوه الخمس سلاسل نشتغل سبع أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، وده أول سطر في الأنانيسة. تمام، هتدخلي كده تشتغلي عمود كده، واحد وسلسلة، اتنين سلسلة، تلاتة وسلسلة، أربعة سلسلة، خمسة، ستة، سبعة. يبقى احنا كده اشتغلنا سبع أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة من الأعمدة وعندك ستة من السلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وده أول سطر عندك في الأنانيس. بتشتغلي بعد كده سلسلتين، واحد اتنين، عندك هنا أربع أعمدة، هتشتغلي على أول عمود منهم عمود، وعلى التاني بتزودي وبتشتغلي عليه عمودين،
وبعد العمودين بتشتغلي سلسلة، على العمود الثالث بتشتغلي عمودين، وعلى الرابع بتشتغلي عمود. فكده الجزء ده زي ما انت شايفه كده بقى 3 أعمدة سلسلة، 3 أعمدة. هتكرري كده من أول السلسلتين لحد آخر عمود فيهم، تمام؟ آخر السطر بعد ما اشتغلتي العمود السابع وبعد السلسلتين هتشتغلي على أول عمود عندك عمود. واحنا المفروض هنا بنشتغل عمودين على العمود التاني، فانت هتدخلي برضو جوه المنزلقة زي ما انت شايفه كده جوه المنزلقة، تمام؟ وبتشتغلي العمود. يبقى احنا كده بقينا عندنا عمودين على العمود التاني. هتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة، وكده بقى عندك 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة، تمام؟ ده كده الشكل عندك. اهم حاجة تراعي كده ان انت لما قفلتش على تالت سلسلة في سلسلة فاضلة. السطر الخامس بدايته ان احنا هنشتغل جوه السلسلة عمود، فانت هتدخلي كده بمنزلقة عشان تبقي جوه السلسلة، وهترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم عمود اشتغلناه جوه السلسلة. هتشتغلي بعد كده سلسلة، وعندك 3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود منهم عمود، تمام؟ والجزء ده هنيجي نكمله في اخر السطر. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، والتكرار عندك هيبدأ من اول السلسلتين. واحنا هنا هنشتغل بقى في سلاسل اناناسه، فبتدخلي كده جوه السلسلة الفرق ما بين العمود والعمود كده، وبتشتغلي غرزة حشو، وهتشتغلي 3 سلاسل وغرزة حشو جوه السلسلة اللي بعدها. احنا عندنا الحشو هنشتغلها جوه السلسلة، 1 2 3، حشو جوه السلسلة، حشو، حشو جوه السلسلة، وحشو جوه السلسلة. فانتي كده عندك اول سطر في الاناناسة عندك كام من الـ3 سلاسل؟ 5، 1 2 3 4 5، و6 من غرز الحشو. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، تمام؟ وهتبدأي تشتغلي بقى في الجزء اللي فيه اعمدة، فهتشتغلي على اول عمود عمود، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمود. يعني اشتغلنا على 3 أعمدة على كل عمود عمود. هتشتغلي سلسلة وجوه السلسلة بتشتغلي عمود، وسلسلة وعلى 3 أعمدة بتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود. فكده الجزء ده مشى معاكي 3 أعمدة سلسلة عمود سلسلة 3 أعمدة. اللي هيكرر معاكي بقى ان انت هتشتغلي سلسلتين، وتبدأي تكرري من اول السلسلتين لحد اخر عمود. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي السلسلتين هنشتغل الـ3 أعمدة. هتشتغلي على أول عمود عمود، وعلى التاني بتشتغلي عمود، والعمود التالت بتشتغليه جوه المنزلقة اللي ما بين ارتفاع 3 سلاسل وما بين العمود. بتدخلي تشتغلي كده جوه المنزلقة، هتشتغلي العمود التالت وبعده سلسلة. فاحنا كده اشتغلنا 3 أعمدة سلسلة، هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى فاضل عندك سلسلة، وبتقفلي بمنزلقة. وكده كمان معاكي الجزء 3 أعمدة سلسلة عمود سلسلة 3 أعمدة. السطر السادس بدايته احنا هنشتغل على العمود عمودين، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم اول عمود من الاتنين، وبتدخلي جوه تالت سلسلة تشتغلي عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا على العمود عمودين، هتشتغلي سلسلتين، تمام؟ الفرق هنا زاد سلسلة. هنا بقى انت عندك 3 أعمدة، هتشتغلي على اول عمودين منهم غرزة كلاستر من عمودين، يعني بتجمعيهم مع بعض كده بقى بان انت بتاخدي من كل عمود لفتين. كده خدتي لفتين من اول عمود، هتاخدي لفتين من تاني عمود، وبتاخدي الـ3 لفات مع بعض. فكده في السطر الجاي بقى هيبقى عندك عمود واحد بس، تمام؟ يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين على اول عمودين، على التالت بتشتغلي عمود واحد بس. ده كده الشكل عندك، تمام؟ بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، يعني برضه هنا الفرق زاد سلسلة. وهنا بتدخلي جوه الـ3 سلاسل وبتبدأي تشتغلي حشو 3 سلاسل. فين الحشو؟ جوه الـ3 سلاسل. اشتغلي 3 سلاسل، حشو جوه الـ3 سلاسل، 3 سلاسل، 1 2 3،
حشو جوه التلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة حشو جوه التلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة حشو جوه التلات سلاسل. تمام كده، قال له عندك عدد التلات سلاسل بقوا اربع، واحد اتنين تلاتة اربع. تمام، تشتغلي بعد كده تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، الفرق ما بين الأناناسة والأعمدة تلات سلاسل. عندك هنا تلات أعمدة، هتشتغلي هنا على أول عمود عمود، يعني احنا بنشتغل على العمود الأول عمود وعلى العمود الأخير عمود، وغرزة الكلاستر بتبقى على العمودين اللي في النص. هتدخلي كده على العمود التاني وتشتغلي عليه غرزة كلاستر من عمودين، بتاخدي من كل عمود لفتين وبتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي التلات لفين وسلسلتين. وهنشتغل هنا بقى بان معناه الجزء، فاحنا كده اشتغلنا عمود غرزة كلاستر من عمودين على التاني والتالت. تمام، هتشتغلي على العمود عمودين وسلسلتين، زي ما كان في سلسلتين قبل العمودين في سلسلتين بعده. هنا بقى على اول عمود جه قبلك بتشتغلي غرزة الكلاستر من ايه، من عمودين، اول عمود منها على الاول وتاني عمود على التاني، والعمود التالت هو اللي بتشتغلي عليه العمود الكامل. تمام، وده كده شكل الجزء عندك. بقى عندك عمود غرزة كلاستر سلسلتين عمودين سلسلتين غرزة كلاستر عمود، اللي هيتكرر معاكي من اول السلسلتين لحد العمود، اسفه من اول الثلاث سلاسل. بعد ما كررتي واشتغلتي الثلاث سلاسل، هنا بقى عندنا ثلاث اعمده، هتشتغلي على اول عمود منهم عمود، وعلى الثاني والثالث غرزة كلاستر من عمودين. اشتغلي كده على كل عمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه، وبتاخدي ثلاث لفات مع بعض، وبتشتغلي السلسلتين اللي هي الفرق ما بين غرزه الكلاستر والعمودين، وهتدخلي كده جوه ثالث سلسله وبتقفليه بمنظارك. وده كده بقى الشكل عندك. تمام، ده كده الشكل عندك، وزي ما انت شايفه الاناناسه بدات تبان معايا. السطر السابع، بدايته هترتفعي ثلاث سلاسل باعتبارهم عمود. احنا هنا عندنا عمودين، هنشتغل على اول عمود منهم عمودين، فكده يعتبر اشتغلنا عمود. هتدخلي جوه تالت سلسلة وتشتغلي عمود بلفة، فكده بقى عندنا على اول عمود عمودين، تشتغلي سلسلة، وعلى تاني عمود بتشتغلي برضو عمودين، واحد اتنين. يبقى احنا كده اشتغلنا على العمودين، على اول عمود عمودين وسلسلة، وعلى تاني عمود عمودين، هتشتغلي بعدهم تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة. واحنا هنا عندنا غرزة كلاستر وعمود، هنجمعهم مع بعض من غرزة كلاستر بغرزة كلاستر من عمودين عشان يدينا شكل ورقة شجر كده. فهتدخلي كده وهتشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبتاخدي التلات لفات مع بعض، وده كده الشكل عندك. هتشتغلي بعد كده أربع سلاسل، والتكرار عندك هيبدأ من أول الأربع سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. اشتغلي واحد اتنين تلاتة أربعة، تدخلي جوه الثلاث سلاسل بتوع الاناناسه، تشتغلي غرزه حشو ثلاث سلاسل، غرزه حشو جوه الثلاث سلاسل، ثلاث سلاسل غرزه حشو، ثلاث سلاسل وغرزه حشو جوه الثلاث سلاسل. فكده عدد الثلاث سلاسل عندك قلوا وبقوا ثلاثه. تمام، وزي ما انت شايفه كده الاناناسه بتصغر معايا. بعد الأناناسة في أربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة، يعني زيدوا سلسلة عن السطر اللي تحت. والجزء ده هنجمع برضو العمود وغرزة الكلاستر بغرزة كلاستر من عمودين، تشتغلي على أول على العمود عمود، تسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى غرزة الكلاستر عمود، تسيبي منه لفة على الإبرة، وبتاخدي كده اللفات مع بعض وتلات سلاسل. هنا عندك عمودين، بتشتغلي على أول عمود منهم عمودين، تشتغلي بعد كده سلسلة، وعلى تاني عمود عمودين، تمام. ده كده الشكل عندك، تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وغرزة كلاستر من عمودين. وهيبدأ بقى معاك التكرار من أول الأربع سلاسل لحد غرزة الكلاستر اللي بعد الأعمدة. تمام، وزي ما انت شايفة كده ده كده الشكل عندك. بعد ما كبرتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي الاربع سلاسل، هيبقى باقي عندك الجزء اللي هو فيه غرزة الكلاستر. هتشتغلي كده غرزة كلاستر من عمودين بنفس الطريقة،
وتشتغلي 3 سلاسل وتدخلي جوه تالت سلسلة تقفلي بمنفرجة. وده كده شكل السطر السابع معانا، وزي ما انت شايفه عطانا شكل ورقتين شجر والاناناسه بتصغر معانا، واحنا عندنا الشكل ده كده هو زاويه المربع معانا. تمام، السطر الثامن بدايته هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على اول عمود. على العمود الثاني بتشتغلي عمودين، يعني بتزودي على العمود الثاني، هتشتغلي عليه عمودين، واحد اتنين، فكده بقى عندك 3 اعمده. اشتغلي سلسلة وجوه السلسلة هتشتغلي عمود، يبقى كده اشتغلتي جوه السلسلة عمود والسلسلة، وهنا برضو بتزودي بس بتزودي على العمود الاول، فهتشتغلي على اول عمود عمودين، وبتشتغلي على العمود التاني عمود. فالجزء ده بقى عندك فيه 3 اعمدة سلسلة عمود سلسلة 3 أعمدة، يعني زي ما كنا عملنا تحت كده واتكونت عندنا ورق شجرة، هنا برضو هتتكون عندنا ورقة شجرة من هنا وورقة من هنا زي تحت كده. هتشتغلي 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود. وهنا الفرق ما بين الأناناسة والعمود هيبقى 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يعني زاد معانا سلسلة عن السطر اللي تحت. تدخلي جوه 3 سلاسل وبتشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، غرزة حشو جوه 3 سلاسل، وتلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وغرزة حشو جوه 3 سلاسل. تمام، فانت زي ما انت شايفة كده الأناناسة صغرت معانا وبقى عندنا 2 بس من 3 سلاسل. بعد الأناناسة 5 سلاسل. تمام، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، احنا عندنا الجزء بيتكرر من اول ال5 سلاسل اللي قبل الاناناس. هنا بتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود، الجزء اللي فيه الاعمدة. تمام، بعدها 3 سلاسل وبتشتغلي على اول عمود من الاتنين عمود وعلى التاني عمودين، يبقى كده زادوا عندنا وبقوا 3 اعمدة. هتشتغلي سلسلة وعمود جوه السلسلة وسلسلة، وبرضو هيبقى عندك 3 أعمدة، بس هنا بنشتغل العمودين على أول عمود، يعني عندنا العمود بيبقى من بره وعلى التاني عمود وتلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود، وبيبدأ عندك التكرار بال5 سلاسل، يعني هتكرري كده من أول ال5 سلاسل لحد العمود اللي اشتغلتي على غرزة الكلاستر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي ال5 سلاسل اللي بعد الاناناسة بتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود وتلات سلاسل، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة. على تالت سلسلة كنت بقفل على التانية. تمام، يبقى احنا كده قفلنا على ثالث سلسلة سلسلة ارتفاع وكمل معانا الجزء ده. تمام، السطر التاسع احنا هنا عندنا 3 اعمدة، هنشتغل على كل عمود عمود. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلتي على اول عمود، اشتغلي على تاني عمود عمود وعلى التالت عمود، فكده بقى عندنا 3 اعمدة. هتشتغلي سلسلتين، وعلى العمود اللي كنا اشتغلناه جوه السلسلتين اللي في السطر اللي تحت بتشتغلي عمودين وسلسلتين، وعلى كل عمود من التلاتة بتشتغلي عمود، واحد اتنين تلاتة، يبقى احنا كده اشتغلنا 3 اعمدة على كل عمود عمود، وده كده الشكل عندي. هنا بقى بتشتغلي 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي جواهم عمود بلف، ده كده الشكل عندك. الجزء اللي هيكرر معاكي من اول ما هشتغل معاكي دلوقتي، احنا هنشتغل الفرق بين العمود وبين الاناناسة 9 سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة،
وعلى السلاسل بتدخلي كده تشتغلي غوزة حشو، 3 سلاسل غوزة حشو، وكده خلصت معانا الأناناسة خلاص. تمام، ده كده شكلها. هتشتغلي بعدها 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا كده اشتغلنا 9 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، 9 سلاسل. بتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي بعد العمود وتشتغلي عمود، وبعده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد كده بتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود زي ما بدأنا كده أول السطر، وسلسلتين، وبتشتغلي على العمود عمودين، وسلسلتين، و3 أعمدة على كل عمود عمود. تمام، و5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعمود جوه ال3 سلاسل. ده كده الجزء عندك اللي هو كان عندك اللي بيبدأ معانا من أول السطر، ده كده شكل. أما الجزء بتاع الأناناسة هو 9 سلاسل واللي اشتغلناه دلوقتي، فانت هتكرري كده من أول ال9 سلاسل لحد العمود، هتكرري وهنيجي نقفل في آخر السطر بالعمود اللي فيه. آخر السطر بعد ما اشتغلتي 9 سلاسل بتشتغلي عمود جوه ال3 سلاسل و5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تدخلي كده وبتقفلي بمنزلقة. وده كده الشكل عندك، وهنا خلصت معانا الأناناسة خلاص. السطر العاشر احنا هنا عندنا 3 أعمدة، فبداية السطر بترتفعي 3 سلاسل، وكده بيعتبر اشتغلنا على اول عمود عمود. العمودين التاني والتالت هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من عمودين زي ما اشتغلنا تحت كده. هتشتغلي على اول عمود عمود، تسيبي منه لفة على الابرة، وعلى التاني عمود تسيبي منه لفة على الابرة، وبتاخدي كده اللفات كلها مع بعض. تمام، هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وانتي هنا عندك عمودين. هتشتغلي على اول عمود عمودين، 1 2 وسلسلة، وعلى تاني عمود بتشتغلي عمودين. فكده انتي اشتغلتي على اول عمود عمودين وسلسلة، وعلى التاني عمودين بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. وهنا بنشتغل غرزة كلاستر عمود، فغرزة الكلاستر هنشتغل على الاول والتاني. بتشتغلي كده عمود تسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى تاني عمود عمود تسيبي لفة على الإبرة، وبتاخدي 3 مع بعض، وبتشتغلي على تالت عمود عمود. تمام، وده كده الشكل عندك في الجزء ده. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. تمام، والتكرار عندك هيبدأ من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. هتشتغلي في الأول 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه ال9 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، و7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، جوه ال3 سلاسل بتوع الأناناسة بتشتغلي غرزة حشو. يبقى احنا كده اشتغلنا 5 سلاسل حشو جوه 9 سلاسل، 7 سلاسل حشو. هتشتغلي بقى كده بالعكس، فهتشتغلي في الاول 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، تدخلي جوه 9 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو، تشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه 5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو و3 سلاسل، 1 2 3. ده كده الشكل عندك. تمام، في الجزء اللي كان فيه الأناناسة. بعد كده بتشتغلي في الجزء بقى اللي فيه الأعمدة، فبتشتغلي على أول عمود عمود، وعلى التاني غرزة كلاستر من عمودين، و3 سلاسل، وعندك عمودين. بتشتغلي على أول عمود منهم عمودين والسلسلة، وعلى تاني عمود عمودين زي ما اشتغلنا في الأول، و3 سلاسل، 1 2 3.
هنا بقى غرزة الكلاستر اللي بتبقى بعد الثلاث سلاسل على طول، فبتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين وعمود على التالت وثلاث سلاسل، تمام؟ ده كده الشكل عندك. وغرزة حشو بتدخلي تشتغليها ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبتدخلي تشتغلي غرزة الحشو جوه السلاسل، وبتبدأي بقى التكرار 5 سلاسل حشو 7 سلاسل حشو جوه ال3 سلاسل. يبقى التكرار عندك هيبدأ من أول ال5 سلاسل لحد غرزة الحشو، هتكرري كده لحد آخر السطر، وهيبقى فاضل لنا الجزء الصغير ده هنيجي نكمله في الآخر. آخر السطر بعد ما كررتي زي ما انت شايفة كده ده الشكل عندك، بتشتغلي بعد ال5 سلاسل حشو بتشتغلي 3 سلاسل، وبتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرها عمود، تمام؟ ده كده شكل السطر العاشر. السطر ال11 بدايته بنشتغل على العمود وعلى غرزة الكلاستر، غرزة كلاستر من عمودين، فاحنا هنا عشان في اول السطر هترتفعي سلسلتين بس، وبتدخلي على غرزة الكلاستر اللي بنعتبرها عمود تشتغلي عليها عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين، هتشتغلي بعد كده 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وعندك هنا عمودين سلسلة عمودين، على أول عمود بتشتغلي عمود وعلى التاني بتشتغلي عمود، جوه السلسلة هتشتغلي عمود سلسلة عمود، وعلى العمودين بتشتغلي على كل عمود عمود، عمود على الأول وعمود على التاني. فالجزء ده كده بقى عندك 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وهنا عندك غرزة الكلاستر والعمود، هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من عمودين، أول عمود منها على غرزة الكلاستر بتاخدي لفتين وتسيبي لفة، وتاني عمود على العمود بيبقى عندك كده 3 لفات بتاخديهم مع بعض. وزي ما انت شايفة كده اشتغلنا غرزة كلاستر 7 أعمدة 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة سلسلة، وبعدين 7 أعمدة غرزة كلاستر، واحنا هنا بنشتغلش على ال3 سلاسل، تمام؟ اللي هيتكرر معاكي من اول ما هشتغل معاكي دلوقتي، هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتسيبي ال3 سلاسل وبتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، جوه السلاسل اللي بعدها بتشتغلي غرزة حشو، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، غرزة حشو جوه ال5 سلاسل، 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. واحنا هنا ما بنشتغلش على ال3 سلاسل، بتروحي على طول كده تشتغلي غرزة الكلاستر الاولى اللي هي من عمودين، تشتغلي كده على كل عمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وتاخدي ال3 لفات مع بعض، وكده ده زي ما بدأنا كده في اول الجزء. تشتغلي 7 سلاسل وبتبدأي تشتغلي 3 أعمدة، في الاول بتشتغلي عمود على العمود الاول وعمود على التاني وعمود جوه السلسلة، وتشتغلي سلسلة وترجعي تشتغلي عمود جوه السلسلة وعمود على كل عمود من الاتنين اللي تحت، تمام؟ 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى عمود عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض، وكده بقى بيبدأ معاك التكرار اللي هو 7 سلاسل حشو. وده كده الجزء عندك اللي هيتكرر معاكي، ده هيتكرر معاكي من اول ال7 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر لحد غرزة الكلاستر اللي من عمودين. فانت هنا في الجزء ده كده لما هتيجي بقى عشان تتأكدي انك صح، من اول كده ما بدأنا نشتغل ال7 سلاسل اللي بعد ال3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة، هتعدي كده تلاقي عندك ما بين العمود وغرزة الكلاستر عندك 1 2 3 4 5 6 7،
عندك 7 من السبع سلاسل، تمام؟ وبعد كده بنبدأ اللي هو 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، فكده تبقي انتي ماشية صح، تمام؟ هتشتغلي كده بنفس الطريقة من أول السبع سلاسل لحد غوزة الكراسة اللي من عمودين، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر بعد ما كررتي واشتغلتي السبع سلاسل بندخل نقفل بمنزلقه على العمود. يعني احنا هنا كنا شغالين سلسلتين عمود، بتقفلي كده بمنزلقه على العمود، تمام؟ وزي ما انت شايفه كده بانت معانا انها غوزه كلاستر. انت هنا لازم تتاكدي كده ان انت عندك ما بين الـ3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة والـ3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة اللي بعدهم عندك 7 من السبع سلاسل. ليه؟ لان انت ممكن وانت شغاله تتلخبطي وتشتغلي الحشو جوه الـ3 سلاسل، فكده هيزيد معاكي عدد السبع سلاسل. فانت هتتاكدي في السطر ده كده كل ضلع هتتاكدي ان الفرق عندك 7 من الـ7 سلاسل. السطر الـ12 بدايته هنشتغل عمود على غرزة الكلاستر، فهترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على غرزة الكلاستر، وهتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، تمام؟ هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الـ7 سلاسل تشتغلي عمود، وبعده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يعني احنا كده طب اشتغلنا عمود 5 سلاسل، عمود 5 سلاسل. عندك هنا 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة، جوه أول عمودين هتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، فهتشتغلي كده عمود على أول عمود وتسيبي لفة، وعمود على تاني عمود وتسيبي لفة، وتاخدي الـ3 لفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة كلاستر من عمودين على أول عمودين. على العمود الثالث والسلسلة والعمود الأول من الـ3 اللي بعدهم هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة. تشتغلي كده على العمود التالت عمود وتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وجوه السلسلة بتسيبي من العمود لفة، وعلى العمود بتسيبي من العمود لفة. يبقى احنا كده عندنا 4 لفات على الإبرة بتاخديهم مع بعض، فكده اشتغلتي غرزة كلاستر من 3 أعمدة. فاضل عندك عمودين تشتغلي عليهم غرزة كلاستر من عمودين بنفس الطريقة كده. فانتي هنا بقى عندك غرزة كلاستر من عمودين، واحدة من 3 وواحدة من 2. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. كان عندك قبل غرزة الكلاستر 5 سلاسل وبعدها برضو 5 سلاسل، وبتشتغلي عمود جوه السلاسل 5 سلاسل وعمود على غرزة الكلاستر. وده كده الشكل عندك في الجزء اللي هو فيه الزاوية، تمام؟ احنا هنا الجزء اللي هيكرر معانا من اول الـ5 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر، 5 سلاسل عمود 5 سلاسل عمود على غرزة الكلاستر. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه الـ7 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، غرزة حشو جوه الـ7 سلاسل اللي بعده. 1 2 3 4 5 6 7، غرزة حشو جوه الـ7 سلاسل اللي بعده، تمام؟ يبقى احنا هنا اشتغلنا 2 من الـ7 سلاسل، احنا في الجزء ده هنشتغل 4 من الـ7 سلاسل، فهتشتغلي 1 2 3 4 5 6 7، ودول كده رقم 3، وبتشتغلي الحشو. 1 2 3 4 5 6 7، ودول كده رقم 4، وبتشتغلي الحشو جوه السلاسل. بعد ما اشتغلتي 4 من الـ7 سلاسل، 1 2 3 4، بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، هتشتغلي على غرزة الكلاستر عمود، تمام؟ وزي ما انت شايفة كده احنا هنا اشتغلنا 5 سلاسل عمود 5 سلاسل عمود على غرزة الكلاستر، وبعدين 3 سلاسل. هنا برضو بعد الـ7 سلاسل رقم 4 بتشتغلي الحشو 3 سلاسل عمود 5 سلاسل عمود جوه الـ7 سلاسل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي بقى ايه غرزة كلاستر. على اول عمودين بتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، وعلى العمود الثالث بتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، عمود على الثالث وعمود جوه السلسلة وعمود على اول عمود من 3 اللي بعده، غرزة كلاستر من 3 أعمدة. وبعدين بيبقى فاضل عمودين بتشتغلي عليهم غرزة كلاستر من عمودين، تمام؟ وهيبدأ بقى معاك التكرار اللي هو 5 سلاسل عمود 5 سلاسل عمود وحشو، تمام؟ يبقى التكرار عندك هيبدأ من اول الـ5 سلاسل، تمام، لحد
غرزة الكلاستر، وانت هنا عندك بعدها 5 سلاسل عمود، 5 سلاسل عمود، يعني عندك 2 من العمود في الجنب ده واتنين عمود في من الجنب ده، تمام. اهم حاجة ما تتلخبطيش كده، وتبقي عارفة ان انت بتعدي في الجزء ده 4 من ال7 سلاسل، وبعدين بتشتغلي ال3 سلاسل، وال3 سلاسل بيبقوا قبل غرزة الكلاستر، تمام. اخر السطر بعد ما كررتي، وبعد ال3 سلاسل اشتغلتي 1 2 3 4 من ال7 سلاسل. هنا وصلنا لاخر السطر، فهتشتغلي 3 سلاسل، واحنا هنا اعتبر كنا شغالين عمود على غرزة الكلاستر الاولى، تمام. فهتدخلي كده على 3 سلسلة من سلاسل ارتفاع، وبتقفلي بمنزلقة، وبين عندنا انه عمود، وبقى فيه بعده 5 سلاسل، وده كده شكل السطر عندك. انا كده وصلت معاكي لنهايه الجزء الاول من الوحده، والجزء الاول وصلنا فيه للسطر ال 12. احنا عندنا الوحده عباره عن 14 سطر. ان شاء الله في الجزء الثاني هنكمل باقي الوحده وطريقه التشبيك، وهنشتغل سطرين كنار بيديها شكل جميل. ولحد ما نتقابل ان شاء الله، اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.